أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المنتصف من القناة التاسعة، وكالعادة نبدأ من فلسطين. ففي اليوم 278 من العدوان على قطاع غزة استشهد عددا من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على وسط القطاع وجنوبه، بينما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تأمر جميع سكان مدينة غزة بإخلائها. وزعم الجيش أنه يدعو الفلسطينيين للخروج نحو مناطق وصفها بالآمنة، قائلا إن مدينة غزة سوف تبقى منطقة قتال خطيرة. في التطورات الميدانية وفي معارك تل الهوى جنوبي مدينة غزة، أعلنت كتائب القسام عن قتل وجرح أفراد من قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم فجرت خلاله عبوتين مضادتين للأفراد قرب مسجد الأمين بتل الهوى. بدورها وخلال معارك حي تل الهوى أيضا، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا. وفي معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته في محيط منطقة المنطار. سياسيا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مصممة على محاسبة كل من عمل ضد مواطن إسرائيل، وسيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة. وأضاف خلال جلسة في الكنيسة أنهم سيحاسبون من سماهم بالحيوانات البشرية التي عملت ضد إسرائيل. حول هذا الموضوع سيدني أرحب بضيفي الأستاذ فتحي كليب، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ فتحي، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. تحياتي لكم على منبركم الكريم. أهلا بك دكتور فتحي. إذا ما بدأنا مما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم سيحاسبون الحيوانات البشرية، كيف تعلق بداية على هذا الخطاب وهذه الألفاظ التي يستخدمها وزير دفاع؟ تحية لكم أولا، تحية لغزة، لشعبها، لمقاومتها، لصمودها. بكل تأكيد يعني ما تفوه به وزير حرب العدو هو كلام يعني مكرر منذ اليوم الأول للعدوان، بل منذ ما قبل العدوان. هذا كلام يخرج عن يعني وزير صهيوني ليس في جعبته يعني ما يقدمه للرأي العام إلا بألفاظ نابية يعني تعكس فهم قائله، لكن بكل تأكيد عندما يتحدث عن الحيوانات البشرية، هذه الحيوانات المحاصرة من قبل هذا الاحتلال منذ ما يزيد يعني عن 17 عاما، عندما تم حصار قطاع غزة ومنع الدواء والغذاء والماء، واليوم عندما تحاصر غزة يعني أكثر من 9 أشهر ويعجز هذا الاحتلال عن تحقيق أي من أهدافه. لذلك هي مجرد يعني كلام في الهواء، طالما أنه يعني غير قادر على مصارحة جمهوره بيعني الأهداف التي وعد بتحقيقها وفشل في تحقيق أي جزئية أو أي تفصيل منها، بل على العكس من ذلك، بعد 9 أشهر القول الفصل هو للمقاومة، هي للشعب الفلسطيني، هي لفصائل المقاومة المنتشرة على كل أراضي القطاع الصامد التي تلقن العدو يعني دروس على مستوى صدقها عندما قالت أن غزة ستكون مقبرة للغزاة. لذلك أنا عندما أسمع هذا العدو يتحدث بهذه الطريقة وبهذا يعني بهذه الألفاظ، أتيقن أن المقاومة بخير وأن العدو ما زال ينتقل من عجز إلى عجز ومن فشل إلى فشل. طيب، برأيك المعارك مستمرة، وقال يعني الجيش أو دولة الاحتلال الإسرائيلي قررت بأن غزة ستبقى منطقة معارك مستمرة وعلى الجميع أن يخرج منها، إلى متى ستكون هذه العمليات المتوالية في غزة وخصوصا في منطقة رفح وفي محافظة غزة في الوسط؟ يعني إلى متى يعني انسحاب ثم ذهاب إلى هذه المناطق مرة أخرى، وانسحاب ثم ذهاب إلى هذه المناطق مرة أخرى؟ ما هو المخطط العسكري؟ يعني لم نفهم حتى الآن ما هو المخطط العسكري لدولة الاحتلال؟
يعني عندما خرج شارون مدحورا مهزوما من قطاع غزة، هو كان يعلم أن مصلحة الكيان ليست في البقاء في قطاع غزة، وإن بقي في قطاع غزة فسيكون جنوده ومستوطنيه يعني أهدافا سهلة لفصائل المقاومة. في معظم الحالات مسألة البقاء في قطاع غزة هي يعني قضية ليست محسومة، وهي موضوع خلاف وانقسام ما بين ليس فقط ما بين الجيش الصهيوني وحكومته، بل ما بين الحكومة والمعارضة، ما بين الحكومة وأهالي الأسرى، بل ما بين يعني مكونات الحكومة. الجميع اليوم يتحدث أن الاحتلال لا يمكن يعني أن يبقى في قطاع غزة. في معظم الحالات المقاومة قبل يومين أبو عبيدة وكتائب القسام تحدثوا صراحة بإمكان الاحتلال يعني أن يبقى في قطاع غزة، لكن هذا البقاء ثمنه باهظ. هل يمكن الاحتلال أن يتحمل دفع الخسائر يعني خلال المراحل القادمة؟ نعلم جميعا المشاكل التي بات يعيشها جيش الاحتلال، سواء على مستوى الجيش النظامي أو على مستوى الاحتياط. كل ما يفعله الاحتلال وما يتحدث به هو دليل إرباك نتيجة نجاح المقاومة يعني على امتداد كل أراضي قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط، والخسائر التي يعني تلقنها المقاومة لجيش العدو. لذلك عندما يقولوا أنهم سيستمرون في قطاع غزة، هذا كلام يعني أنا أضعه برسم الوسطاء، أضعه برسم الولايات المتحدة، أضعه برسم دول الاتحاد الأوروبي المتحالفة مع الكيان الصهيوني، الذين يتحدثون جميعا بأن الاحتلال لا يمكن يعني أن يبقى في قطاع غزة. في معظم الأحوال اليوم هناك مفاوضات غير مباشرة بما يتعلق بوقف العدوان، وشروط المقاومة وشروط حركة حماس باتت واضحة للجميع أن لا إمكانية لإنهاء الحرب ما لم يتوقف العدوان بشكل كامل وينسحب جيش الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة، إضافة يعني إلى بقية المطالب المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبفك الحصار ورفعه عن قطاع غزة. طيب.